ومن مركز العمليات الإعلامية يلتحق بنا زميل خالد الربعي. مرحبا بك خالد. خالد، مع ارتفاع حالة الإصابة اليوم وحالة وفاة واحدة، ما هو الدور الذي تقوم به إدارة العمليات الإعلامية لديك؟ محمد، الدور الذي تقوم به الآن غرفة العمليات الإعلامية هو التكثيف، بث الرسائل التطمينية للمواطن والمقيم، أيضا طبعا رسائل الوعي الصحي، ومحاولة إيصال رسائل للمواطن والمقيم بأنه يجب أن تلتزم بكل التعليمات التي تصدر من وزارة الصحية لكي لا تصبح لا قدر الله رقما من هذه الأرقام التي تصدر كل يوم أو يتم الإعلان عنها بشكل يومي. أيضا التسويق للشعارات التي يتم الإعلان عنها بشكل يومي، مثلا يعني كلنا مسؤول، كما هو يعني دارج في الإعلانات وأيضا في التلفزيون وفي مواقع التواصل الاجتماعي، يتم يعني نشر مثل هذه الشعارات لتصل إلى المواطن والمقيم مقيم داخل بيته أو أي مكان متواجد به أو المنع. يعني محمد، يعني الاستخدام، يعني التركيز على استخدام المصطلحات الإعلامية والتركيز عليها، نعم، أيضا وجود مؤشر مباشر رسمي تابع لمنظمة الصحة العالمية، يعني يحاول القائمون على هذه الغرفة متابعته بشكل مباشر، كما ذكرت في وقت سابق 16 جهاز حكومي أو ممثل لجهاز حكومي يقومون ب يعني العمل داخل هذه الغرفة لإيصال الرسائل. يعطيك العافية، شكرا خالد لضيق الوقت. مراسل إخباري خالد الربعي كنت معنا من مركز العمليات الإعلامية.